العراق يا إخواني ليس قرية، وليس لبنان، وليس أردن، وليس سوريا أيضا. العراق صنو مصر. العراق نصف الأمة. العراق إن وقف على قدميه شأننا سيختلف كثيرا. العراق تعرض لغزو بحجة صدام، لكن الغزو لم يكن يستهدف صدام، كان يستهدف أهلنا في العراق، يستهدف ثروات العراق. أمر آخر، العراق نهب بعد الغزو واستبيح وأسسوا ما عرف بداعش. داعش يا إخواني ما أسسها البغدادي، أسستها أمريكا وإيران والنظام العراقي في العراق. سلموها تسليم اليد باليد مع السلاح ومع الأموال ثلث العراق، عن عمد، عن سبق تصميم وإرادة، حتى يخلقوا شرخا مذهبيا في العراق ويدمروا العراق بالكامل، وقد فعلوا وأنشأوا جيوشا رديفة للجيش العراقي وسلطات رديفة للسلطة العراقية بل أقوى منها. ولهذا العراق مستباح بالكامل. أنا أقول لكم باختصار، الموضوع ليس موضوع دفاعا عن مسؤول في العراق هل يبقى في السلطة أو يخرج. المسألة أهم وأعظم من ذلك بكثير، مستقبل العراق، بقاء العراق، وجود العراق، شعب العراق هو المقصود، العراق كثروة هائلة هو المقصود، العراق حتى بوجوده كدولة واحدة هو مقصود. من يطلق النار في العراق اليوم ويقتل المتظاهرين في ذهنه أن يمزق العراق إلى قطع صغيرة. العراق الذي خرج إلى الشارع الكل يقول نعم العراق نهب، العراق سلب. طيب هو يخرج ليصرخ صلحوا أمركم، لما تقتلوه؟ من يقتل الشعب العراقي؟ إلى الآن يعترفون بقتل ما يقل عن 500 شخص وأكثر من 20,000 جريح. جحافل تهجم على بالمئات، يهجمون على ساحات الاعتصام، سيارات معروفة وصور حملة السلاح والقتلة معروفين، والاغتيالات اللي ذاهب إلى بيته يقتل على الطريق. يعني في عمل منظم، مش أشخاص ولا مجموعة، لا لا لا، عمل منظم على مستوى ساحة العراق بأكمله من أقصاه إلى أقصاه. يذكرني هذا بما حصل بعد الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003 والاغتيالات، تصفية كل من فوق الأرض في العراق ممن يمكن أن يعارض المشروع، مشروع الغزو الصهيوني الأمريكي، تصفيات متعمدة ومقصودة، ليست ثأرية كما يدعي البعض، لا، ذات أهداف سحق العراق، سحق مستقبل العراق. هاي حقيقة، هذا أمر واقع. العراق اليوم كما رأينا
على عينك يا تاجر. إلى الآن، إلى اللحظة، من يقتل الناس؟ لا نعرف. طابور ثالث، طابور عاشر، لا ندري. حتى أن بعضهم يقف بالشارع ويصرح ستحصل مجزرة إذا احتشد المتظاهرون. هو يتحدى. ثم ليس في العراق متهم واحد بالقتل. يعني من القاتل؟ السلطة وأعوان السلطة وجيوش الميليشيات. العراق يتعرض لغزو جديد، غزو حقيقي يتهدد الشعب العراقي. وأنا أقول للشعب العراقي، أنت شعب عظيم شجاع، أنت تستطيع أن تصنع الأمجاد. الرجولة من صفاتكم منذ القدم والإقدام. لا تخنعوا ولا تخضعوا، ولا يجركم أحد لغير السلمية. السلمية تكسر أنوف هؤلاء. إياكم وأن يجركم أحد لاستخدام السلاح كما فعلوا في سوريا. فرضوا على الشعب السوري استخدام السلاح وتحت عنوان معارك وتحت عنوان إرهاب وتحت عناوين كثيرة، جاءوا بجيوش الدنيا من أمريكا إلى روسيا وسحقوا الشعب السوري. إياكم، قفوا وستنتصرون، تنتصرون. الشعب العراقي المظلوم اليوم الذي تقف الدنيا وتتفرج عليه دون أن تنصره. أخيرا أقول للمرجعية، مرجعية النجف، حمل العصا من الوسط ليس دائما يسكت عنه. على المرجعية أن تحدد موقفها بالتمام والكمال غير منقوص. يجب أن تنصر العراقيين المظلومين المقتولين، ويجب أن تقف في وجه القاتل أيا كان القاتل، دولي إقليمي ومحلي. وإلا على الحوزات في العراق أن تحدد موقفها من المرجعية. هذا شعبنا يقتل تحت عناوين وعناوين. كما أطالب الثوار في الساحات أن يطردوا جواسيس السلطة بينهم. جواسيس السلطة يريدون أن يقوموا بأعمال تبرر للسلطة ضرب المتظاهرين. هؤلاء ليسوا منكم، هؤلاء أعداءكم، طردوهم من بينكم. ساحاتكم السلمية حددوها والتزموا بها، والآخرون ليذهبوا إلى الجحيم. ثم هذا السلاح في العراق المخصص لقتل الناس، بما نوصفه؟ هذا سلاح شريف أو غير شريف؟ هذا سلاح عدو أو صديق؟ هذا سلاح يدافع عن اللصوص والمجرمين والمحتلين أو لا؟ من المسؤول؟ ممكن البعض يقول أن المسؤولة إيران. نعم، إيران مسؤولة، مسؤولة أساسية. آخر يقول المسؤول النظام. نعم، مسؤول ومسؤول أساسي. ثالث يقول المسؤول الميليشيات. نعم. رابع يقول المسؤول الأمريكي. نعم، لكن الحقيقة المسؤولية الأولى أمريكية، تعاونها إيران، تعاونها إيران، يخدمهما النظام وميليشيات الحشد الشعبي. هؤلاء كلهم يتآمرون على سلب قوت عيش العراقيين وسحق العراق وتدميره. هؤلاء شركاء. من يظن أن في العراق نزاع إيراني أمريكي وأن الأمريكيين مع الشعب وأن إيران تضرب الشعب، هذا
لا يفقه من الأمر شيء. أمريكا اليوم في أسعد حالاتها فيما يجري في العراق. لو كانت أمريكا لا ترضى بالتأكيد كان لا يخمش ظفر متظاهر. هذا السلاح استخدم في طهران لقهر أهلنا، استخدم في سوريا لدمار أهلنا. على أي حال واجبنا أن نقف مع حقنا، أن ندافع عن أهلنا، أن نصون بلادنا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.